ننظر أولا، دعونا نشاهد مدريد أو نتأمل في الفرق التي ترشحت. أتلتيكو مدريد من إسبانيا، برشلونة، بايرن ميونخ من البوندسليغا الألمانية، بروسيا دورتموند، تشيلسي، مان يونايتد، باريس سان جيرمان، والريال مدريد من إسبانيا أيضا. إذا نحن جاهزون، ولويس يمكنك أن تبدأ بخلط الكرات. إذن لنرى من سيخوض مباراة الذهاب على أرضية ميدان، نظرا لأنه هو الفريق المسحوب أولا. إنه نادي برشلونة، نادي الكتالوني، نادي برشلونة الإسباني الذي سبق له أن فاز باللقب 4 مرات، آخر لقب فاز به في عام 2011. برشلونة تخوض مباراة الذهاب على أرضية ميدانها في الكامب نو. الآن نسحب الفريق الثاني. أتلتيكو مدريد من نادي أتلتيكو مدريد من إسبانيا الذي وصل إلى نهائي 1974 وخاض نهائي ضد البايرن ميونخ. إذن مباراة إسبانية 100%، فريقان يعرفان بعضهم البعض جيدا في الليغا الإسبانية، وهناك أمور خاصة بالأمور اللوجستية سيقع مناقشتها بين رؤساء الفرق. الفريق الثالث المسحوب هو نادي ريال مدريد، يخوض مباراة الذهاب على أرضية ميدانه، فاز له أو سبق له أن فاز ب9 ألقاب، الرقم القياسي طبعا في تاريخ دوري أبطال أوروبا تحت المسميات المختلفة. وريال مدريد حصل على أحسن سجل هجومي، ورونالدو الآن هو يقود أو يتصدر ترتيب الهدافين. ريال مدريد الذي يخوض مباراته على أرضية ميدانه يقابل في دور الربع النهائي بروسيا دورتموند، نادي بروسيا دورتموند الذي إذا نادي بروسيا دورتموند الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1997، حيث فاز على نادي اليوفي الإيطالي. إذن الربع النهائي بين ريال وبروسيا دورتموند يذكرنا بالنصف النهائي الذي خاضه ريال مدريد وبروسيا دورتموند في الموسم الماضي، والذي ترشح على إثره نادي بروسيا دورتموند إلى دور النهائي. باريس سان جيرمان، الفريق المسحوب حاليا هو الفريق الفرنسي، الفريق الباريسي، باريس سان جيرمان، يخوضون مباراتهم الأولى، مباراة الذهاب على أرضية ميدانهم. فازوا باللقب عام 1995. نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يقابل تشيلسي اف سي، نادي تشيلسي الإنجليزي، نادي تشيلسي الذي فاز باللقب عام 2012، إذن والذي سبق له أن تغلب على نادي بايرن ميونخ في الألاينز أرينا. إذن كل المباريات صعبة إلى حد الآن. لنرى الآن آخر فريق مسحوب أو الفرق الاثنين المسحوبة. مانشستر يونايتد، المان يونايتد من انجلترا طبعا. مانشستر يونايتد فوتبول كلوب 3 تايمز طبعا اصبح معروفا الان من سيقابل مان يونايتد الذي فاز اخر مره بعام 2008 و2009. الان لم يعد مفاجاه، نحن نعرف انه سيقابل نادي البايرن ميونخ من البوندسليغا الالمانيه والذي فاز باخر لقب في عام 2012 و2013. اذا البايرن ميونخ سبق له ان فاز بدوري ابطال اوروبا